بيتعرض الأطفال سلمى لكثير من الالتهابات بفصل الشتاء، الالتهابات الصدرية نتيجة انخفاض درجات الحرارة، ومن هي الالتهابات التهاب القصيبات الشعرية. طبعا هي من الأمراض الشائعة يا سلمى اللي بتصيب الجهاز التنفسي. صحيح ليلى، ويمكن نحن بنسأل بشكل عام انه يا ترى هي الالتهابات هل هي ممكن تكون مزمنة، هل هي ممكن تتطور وتؤدي لمرض مزمن عند الأطفال، أو هي ممكن تتطور. في كتير ناس بتقول لك إذا الطفل صار معه التهاب قصبات يا ترى ممكن يصير معه ربو أو لا، وكتير أسئلة شائعة، البعض منها صحيح والبعض منها خاطئ. تماما يا سلمى، وكتير في أنواع لالتهاب القصبات، واليوم رح نحكي عن هذا الموضوع وعن طرق الوقاية والعلاج اليوم لأطفالنا مع الدكتورة رشا داغستاني. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخير دكتورة. صباح النور. خلينا بالبداية هيك نعرف يمكن شو هو التهاب القصبات الشعرية لحتى نكون هيك واضحين، وبعدين ندخل باقي التفاصيل. هلا بالبدايه كتعريف للحاله، يعني نحن بدنا نحكي تشريحيا لحتى نكون واضحين اكثر، انه هي اصابه تنفسيه بالجهاز التنفسي تحديدا السفلي. نحن بنعرف كلنا انه الجهاز التنفسي ببلش من الحنجره، الرغامه، القصبتين الهوائيتين اللي بتتفرع لقصبات وبدورها بتتفرع لقصيبات اصغر. فنحن اليوم تحديدا بدنا نحكي لما بيصيب الالتهاب بهي القصيبات اللي قطره بيكون اصغر من القصبات، فما بالك نحن بالاطفال الصغار الرضع بيكون كمان قطرهم يعني اصغر كمان لسه من الشخص البالغ، فاصابتها يعني الالتهابيه خطيرة. تماما، واقل شيء ممكن يكون يعني اصابه بسيطه ممكن تسبب عند الكبار او البالغين غريب انفلونزا، هي ممكن تسبب عند الاطفال التهاب قصيبات شعري تماما. خلينا نوضح دكتورة اليوم الأسباب الرئيسية لالتهاب القصبات. دائما بنقول يمكن فصل الشتاء، لكن كمان في عوامل تانية بتؤدي لهذا الشيء. هلا طبعا أشيع شيء هو الإصابة فيروسية، نحن بنعرف هي المسبب الرئيسي، أشيع فيروسي بيكون، وأكثر واحد من متهم فيه اللي هو RSV الفيروس المخلوي التنفسي. للحقيقة في بيجيب المرتبة الثانية البارا انفلونزا، وممكن الرينو فيروس، يعني في كثير من الفيروسات اللي هي ممكن مثل ما ذكرت في البداية انه هي تعمل عند الأعمار الأكبر مجرد رشح بسيط او انفلونزا، لكن بالأعمار الصغيرة واللي عندهم قابلية تماما يتأثروا بالحدثية الالتهابية، انه بتصير بقى بيصير في زيادة بالمفرزات المخاطية، بتتوزع القصيبات هي فبتتسكر وبتعمل لنا هي الأعراض اللي نحن بنشوفها عند الطفل. فهو المسبب اكيد الرئيسي، بالاضافه احيانا في اطفال فعلا عندها قابليه انه تنصاب اكثر من غيرها، الطفل اللي عنده تحسس او ربو، اي يعني حتى هنا بيتشابه التهاب القصيبات الشعريه والربو كثيرا بالاعراض، ونفس حتى يعني نحن اذا بدنا نشوف اصغاء بالسماعه نفس الاصغائيات حقيقه، لكن بتفرق طبعا نحن نقدر منقيم انه هذا الطفل ربو او التهاب قصبات حسب العمر، حسب تكرار الحاله، حسب ارتباطه بالمسبب، لانه احنا بنعرف انه الربو دائما بيكون مرتبط بعوامل ثانيه، انه اذا شم التدخين او روائح عطورات، بالاضافه مثل ما نحن ممكن العمر كمان يساعدنا اكثر لحتى نقدر نقول انه هو التهاب قصيبات شعري، ولا بدنا نحط الاهل بصوره انه ابنكم حالة ربو وحتكون في نوبات متكررة. طيب دكتورة، هذا الموضوع كتير مهم وبيخلق هلأ حاليا مشاكل، لأنه في كتير ناس صار يمرض الطفل وهي لوحدة تقول هاي أكيد ربو، خلينا نجيب له بخاخات من الفوتو عن صيدلاني ويجيبوا بخاخات معينة. هذا الشيء قديش بيأثر على المعالجة اليوم إذا كان التشخيص غلط؟ تماماً. شو ممكن يصير؟ هل هن نفس العلاج أو لا مختلفين؟ هلا هن تقريبا العلاج متقارب، لكن نحن نوصل لمرحله انه البخاخ هي نحن للطفل الربوي فعليا، اما طفل مصاب بهي الحاله هي حتكون حاله مؤقته من رح تختفي مع الوقت بعد المعالجه الصحيحه، مساعده الطفل طبعا على انه يتحسن بالسوائل او بالاكسجين والارزاز، يعني حقيقه فلفتره مؤقته، لكن انه نحن مثل ما قلتي اصلا
موضوع الاستخدام العشوائي والخاطئ للأدوية بدون وصفة طبية هذا الشيء الغلط، سواء أنه بموضوع البخاخات أو حتى موضوع الشرابات اللي عم يبلشوا بياخذوا أشياء مو مناسبة للحالة. يعني مثلا لأذكر مثال بسيط، أنه هو عادة بيبلش بأعراض بتشبه كتير أعراض الجريب، ممكن حرارة، سيلان أنف، تعطيس قبل ما تظهر السعال الواضح تماما. فبتروح الأم بتجيب أدوية الرشح العادية، في بعضها بيحتوي بمواد مضاد، يعني تركيبتها مضادات احتقان، ممكن انه نحن بالعكس تزيد لنا من الحاله وتزود من التشنج القصبي، بتكون هي يعني ضرت الطفل اكثر ما تفيده. حتى هي بتلاحظ لي بعد ما اعطيته دور رشح زادت السعله، صار عم يسعل، ما كان عم يسعل، يعني بناء هي بتذكر هذا الشيء. يعني من الافضل انه حتى لو كان رشح عادي عادي تماما، ما يتاخذ اي نوع من الادويه بدون مراقبه الطبيب تماما، بالذات الاعمار الصغيره. يعني نحن عم نحكي هو شائع التهاب القصيبات الشعريه بعمر السنتين فما دون، يعني في له ذروه حدوث بالست شهور، فنحن تخيلي بهذا العمر الصغير ما لازم تاخذ اي وصفه بدون، يعني تاخذ اي دواء بدون وصفه. فهي الفكره، لانه حتى بادويه الرشح البسيطه نحن بهي الاعمار نحن بنكون حذرين، مو اي شيء ممكن نعطيه لهذا الطفل تماما. فلازم يكون تحت اشراف طبي لنحدد الحاله اذا كانت هي التهاب او شيء يعني ثاني حتى ينعطى العلاج الصح. طيب دكتوره، هل ممكن يتحول هذا المرض الى مرض مزمن؟ ايه ممكن يتحول لمرض مزمن. يعني نحن بنعرف الكبار وبالذات المدخنين الاشياء بيصير عندهم سي او بي دي اللي هو التهاب قصبات مزمن. مزبوط. هلا عند الاطفال اذا كان في حدا مدخن بالمنزل وهو بعمر صغير وعم تتكرر هي الحاله، نحن رح نفوت مثل ما ذكرتي بشيء مزمن، حنفوت بربو، يعني حنزود الحاله عند الطفل. بيتحول من التهاب قصبات اذا في قابليه تماما. اذا ضل الأهل، يعني أنا بنبه إنه الطفل معه هاي الحالة، نحن بنحاول نبعد عن التدخين بالمنزل، خصوصاً بالشتاء بيكون الغرف مسكرة وفي تدخين بالمنزل. إذا كان نوع من التدفئة عم يكون فيها دخان، في بعض أنواع التدفئة سواء الحطب أو الغاز اللي بتطلع ريحة، فإنه ممكن تزود الحالة. فأنا بنبه الأم حتى ريحة المنظفات والألي تبع الطبخ والزيوت بقول لها تبعد عنا هالفترة، ايه لانه ممكن تنكس الحاله وممكن ترجع تتكرر. فنحن بنخاف انه تتطور لحاله، طبعا ما فيني لدرجه الربو الا اذا تكررت اكثر من مره وصار عمره فوق السنه، هون فات بموضوع الربو. لكن اذا تكررت مره ثانيه نحن بنضل نعتبرها التهاب قصيبات، بنحاول نفهم الاهل يبعدوا عن عوامل مسببه ممكن تزيد من هي الحاله. دكتوره ذكرتي انه في اطفال بعمر السنة أو السنتين ممكن ينصابوا بالتهاب القصبات، وفي أطفال بتكون يمكن ما عندهم هي الحساسية، لكن بنلاحظ أنه في بعض الأطفال في جو البيت تدخين، هي الروائح اللي عم تحكي عنها ما بيتأثروا حتى لو كان عمرهم صغير، وفي أطفال فوراً بيصار عليهم. شو السبب هون؟ بيكون نقص مناعة مثلاً عند الطفل أو هو أكثر عرضة لهذا الشيء؟ هلأ اختلاف المناعة طبعاً بالدرجة الأولى، القابلية للتحسس، نحن بنعرف وقت اللي بيصير أي شيء حدثية التهابية الجسم بيهاجم ليدافع، فنفس الشيء بتجي بتهجم فينا نقول كريات المناعية وكل شيء، يعني الكريات البيض، وفي فبصير في عنا وزمة بجدار القصبات الحقيقة القصيبات الشعرية. فهي الوزمة مع زيادة المفرزات اللي هو الجسم ببلش يظهر البلغم أو المخاط كمنعكس ورد فعل لهي المفرزات، فبيزيد عندي. فالقابلية الطفل مثل ما قلتي في أطفال عندها قابلية أكثر بزيادة هي المفرزات وزيادة الحدثية حسب مناعتها ليصير عندها أكثر، بالإضافة أنه يعني في عامل وراثي كتير كبير بيلعب بهذا الدور. في أطفال تانية مظبوط اللي بتكون أنا بحس الإرضاع الوالدي بيلعب دور أنه مناعته أقوى تماما، ارتكاسه للمرض مختلف، بتلاقي فعلا عنده قابلية أقل للإصابة بهي الحالات. طيب دكتورة، في كتير أوقات بنشوف أطفال بيكونوا هن وصغار بينصحهم الأطباء، وخصوصا اللي بيكون عندهم حالة تحسسية أو بينخشى أنه يصيروا هن مرضى ربو، بتغيير البيئة كاملا، مثلا عنده قرايبين بمكان تاني، بيسافر لمكان دافئ أكثر، أقل تعرض لكل المؤهبات اللي حضرتك حكيتي عنها، وبيصير أموره تمام، بيروح ما بيصير عنده ربو. طفل آخر ما عمل ولا شيء تحسسي هو صغير ولا انصاب بشيء، هو كبير بينصاب بالربو، شو الفكرة؟ شو السبب؟ هلا عادة
سير نمط الربو عند الكبار مختلف تماما. الربو عند الكبار غالبيته طبعا غالبية الحالات وراثية وممكن تظهر بعمر كبير. وفي حالات بيكون في شيء مسبب، يعني اللي مثلا قضى حياته كتير عايش مع طيور مع حيوانات عم يتعرض بشكل مزمن لهي الوبر تبعون، بالمستقبل رح تتطور معه لحالة ربوية، بيضل الجسم عم يرتكس بشيء تحسسي لتقلب حساسية تماما. أول شيء بتبلش بالتحسس، بعدين بتبلش قصة الإزمان. يعني هي بعض المهن اللي بيتعرضوا للغبار، سواء موضوع المعامل اللي لهم علاقة بالتراب أو الاسمنت، هدول كتير بينصابوا بموضوع الأمراض التنفسية مع المستقبل، اللي هو شفتي المعامل البناء بيضل في غبرة عم تطلع والتراب تماما. كمان في بتصير ترسبات بالطرق التنفسية، بتترسب بتضل تعمل ارتكاس تحسسي مع الوقت ممكن تظهر. اللي عايش ببيئة بعيدة شوي عن الشمس كمان مؤهب، البيئة الرطبة تماما مؤهب كتير تماما. في بعض البيوت يعني مثلا ممكن تذكر الأم، أنا لما كنت ساكنة ببيت مشمس كانت أموري، اضطرت لظروف ظرف ما تنتقل لبيت لا تكون فيه التهوية والشمس جيدين، عم يتعرض الطفل لنوبات متكررة من الحالات هي. فكمان هي البيئة بتكون بتلعب دور تماما. تمام دكتورة، خلينا نحكي شوي عن مخاطر، وذكرنا أنه ممكن يؤدي للربو، لكن هل في مخاطر تانية ممكن تسبب هاي التهاب القصبات للطفل؟ هلأ المخاطر بالحقيقة عندنا في بنسميهم عوامل خطورة، يعني الطفل الخديج، ناقص الوزن، الطفل اللي عنده بالأصل مرض خلقي سواء قلبي تنفسي دائري تليف كيسي، هذا بالأصل هو عنده مشكلة مزمنة، فمع أي إصابة فيروسية مسببت له التهاب قصيبات ممكن تقلب لشيء أخطر. ففي بعض الأطفال أو حتى يعني طفل مصاب بالتهاب قصيبات لا سمح الله كان شديد، في بعض الأطفال ممكن تكون الإصابة شديدة تضطر للاستشفاء بالمشفى، نضطر للوضع على الأكسجين أو لمراحل أكثر خطورة لينحط على المنفسة جهاز التنفس الاصطناعي، ولكن ممكن أنه مثل ما بيقولوا تتطور لشيء خطير شوي، وأنه في بعض الحالات بتكون بسيطة والاستشفاء بالمنزل. يعني نحن هو فينا نقول من حاد بسيط إلى متوسط إلى شديد بحاجة للمستشفى. طيب دكتورة، بعض الأطفال بعمر صغير وقت بيصيبهم هاي الأمراض الأهل كتير بيخافوا أنه هي ممكن تكون أمراض تؤدي للموت للوفاة. أيه هلا بنعرف خصوصا مثل ذات الرئة بيقولوا لك هي مرض خطير ممكن يؤدي للوفاة الكبار والصغار. هل يصنف التهاب القصيبات الشعرية من الأمراض اللي ممكن تؤدي للوفاة؟ ممكن تؤدي للوفاة بس بنسب بسيطة حقيقة، بس كثير بسيطة تماما، أقل من غيره تماما. بالحالات اللي هو الطفل عنده مثل ما قلت لك مشاكل سابقا قلبية أو نقص مناعة، فإصابة بسيطة أدت له خطورة شديدة، نقص أكسجة وزرقة وأنه يتكركب يوضع على جهاز التنفس الاصطناعي، ممكن لا سمح الله بحالات نادرة أن تؤدي للوفاة. لكن يعني حتى ذات الرئة ما كتير أنه نخوف أو تخافي أنه هي غالبية حالات الوفاة، لا غالبية حالاتها بيشفوا ذات الرئة وما في مشكلة، ولكن في نسبة بسيطة كمان حتى من ذات الرئة أنه هي تؤدي لا سمح الله للوفاة. إذا ما تم معالجتها، إذا ما تم معالجتها بشكل صحيح. لكن إذا تعالج بشكل صحيح ذات الرئة ونعطى علاج صحيح لمدة 15 يوم على كمان نحط على الأكسجين وبشكل صح، أنه الحالة بتشفى وبتتحسن، بتصير سير صحيح يعني. تمام دكتورة، حكينا عن طرق يمكن العلاج داخل المشفى أو عند الطبيب. خلينا نرجع، ذكرتي نقطة أنه هي أهم نقطة بالبيت أنه هي التدخين، نبعد الطفل عن الروائح عن التدخين. خلينا نحكي أكثر عن طريقة العلاج بالمنزل. هلأ العلاج بالمنزل نحن بنحاول بنفهم الأم، نعطيها الوصفة الطبية إذا كان حالته بسيطة أو متوسطة، شو العلاج. غالبية الحالات ممكن أنه تصير سير مثل ما قلنا سليم بالبيت، ما بدها مشفى. فهمها أنه تنتبه لموضوع اللي هو التدفئة، يعني بهاي الفترة بحاول بقول لها مثلا أنه نحط لو بريق مي للبخار، إذا في حالات بحاجة إرزاز يعني عطى جلسة الإرزاز بالمنزل أو بالمشفى، البخار فيه تماماً سوائل معينة. تماماً في حالات ممكن يجيبوا جهاز الإرزاز بالبيت،
سوائل دافئه، مشروبات يعني هي الزهورات، العسل ممكن تخفف شوي من الحاله عند الطفل، لكن بالاعمار شوي الصغيره نحن صعب الا لهي موضوع يعني اذا حكينا بعمر الست شهور او السنه اكيد. فبحاول قدر الامكان نبهها مثل ما بقول لك تبعد عن هدول مثل ما قلنا التدخين وروائح المنظفات والى ذلك، ومنفهمها كمان انه نحن ما كتير بدنا نسكن السعال بهالفترة. وأنا كتير أنا نسيت بدي أعلق على هاي الشغلة إنه عادة السعال بيتأخر ليختفي، يعني هي الأم بدأ إنه يأخذ العلاج خلال يومين يتحسن ويختفي السعال، هو حقيقة ما بيختفي بهالسرعة، ممكن يطول شوي موضوع منعكس السعال، لكن نحن بالفترة الأولية حتى أحيانا بقولها أنا بدي إياه يسعل، أنا بدي إياه يطلع المفرزات اللي بصدره، فنحن بنحاول كمان بتفهمها إنه تماما إنه ممكن شوي تطبه على بطنه تدق على ظهره لحتى تساعده إنه هو يطلع المفرزات والقشع اللي بصدره لحتى إنه يتحسن أسرع للطفل. طيب دكتورة خلينا نحكي عن فكرة العلاج، يعني اليوم كيف هو البروتوكول العلاجي لإله، وننبه عن شغلة إنه اليوم في ناس بتاخذ الدواء بعد يومين ثلاثة تحسنت بتقطعه، في ناس بتستمر عليه، يعني تخلص علبة بتقول بدي اخذ علبة ثانية وقائية، إيه شو الصح وشو الغلط بهذا التفصيل؟ هلا نحن بيختلف طبعا ضمن الوصفه الطبيه، نحن اكيد في شيء انتيبيوتيك، في شيء ادويه لها علاقه بموضوع السعال، سواء كانت كورتيزون يعني ستيرويدات قشريه او حتى شيء له علاقه بالقصبات، موسع قصبي، مقشع، يعني في تركيبات مختلفه، كل دواء له فتره معينه. فلذلك نحن بهي الحالات مثلا الانتيبيوتيك بنفهم الام انه انت لازم مثلا 10 ايام تلتزمي بالوصفه. في بعض أدوية السعال منفهم الأم أنه نحن أنت أمامك هذا الأسبوع تستعمليه بعدها منبلش إيقاف تدريجي خصوصا بموضوع الكورتيزونات أنه ما بيكون إيقاف مفاجئ، ونفس الوقت فهمها إذا كان بحاجة لاستخدام مطول أو لا، في حسب كل دواء له خصوصية بالوقت والتوقيت والزمن وطريقة الإيقاف تلتزم فيهم أكيد. ما تكمل هي لحالها، فنحن بالحالات كثير بنطلب انه هو الطفل بالذات بهي الاعمار الصغيره انه فورا بعد 3 ايام ترجع تراجع العياده لحتى نرد نصغي الصدر لحتى نشوف شو نخلي من الادويه تماما وشو نكمل شو نوقف وشو نكمل، كثير نتابع بهي الحاله يعني. ومننبه كثير على الاهل انه ما اذا مثلا هو الطفل تحسن توقف فجاه، لا تجي على العيادة نحن بنكمل معها بنقول لها شو تخلي وشو ما تخلي، ومو إذا مثلا بعد شهر انصاب بنفس الحالة هو وأخوه نعطي نفس الدواء تماما. فكتير نحن حسب إصغاء نسمع بالسماعة نحط أدوية معينة لهذا الشيء. تمام دكتورة، مثل ما حكيتي أنه في كتير من الأهالي بيوقفوا الدواء بشكل مفاجئ، هذا الشيء مو بس بالتهاب القصبات، حتى نحن يعني الكبار بأي قريب أو شيء يعني حسينا حالنا تحسننا شوي يلا منوقف الدواء، بيرجع بعد فترة بيقولوا أنه بيصير في نكسة وهي رح تكون أصعب من المرض نفسه، خلينا نحكي شوي عن هذا الشيء. هلأ هذا اللي بنحكي أنه بموضوع بالذات الأنتيبيوتيك الصادات أنه بياخد حبتين أو يومين لقيت حاله تحسن بيوقف، نحن بجوز ما يحس هلأ مثل ما قلتي بعد فترة أو حتى فترة قصيرة أو طويلة أنه لما تكررت الحالة هو نفسه الفيروس أو البكتيريا بتكون مناعة ضد الصاد اللي صار، فبصير في تعنيد على العلاج، بصير المرة القادمة لما بنستخدم هذا الصاد أو شيء من زمرته بتلاقي أنه ما استفاد وما أخذ الفائدة المرجوة اللي أنا أخذته وما تحسنت. أحيانا الاستخدام العشوائي والخاطئ والإيقاف الخاطئ بسبب لنا هذا الشيء. أكيد دكتورة، في كتير أطفال بينصابوا مثلا بنعرف نحن شائع عندهم مو بس القريب التهاب اللوزات، وفي أهل بيقولوا أنا ما بدي شيل اللوزات، لا بدي خلي هذا خط من مناعي دفاعي الأول عند الطفل، ولكن كل مرضى عم بتأدي إنه هو عم ياخد دواء التهاب. نحن بنعرف، ما بعرف إذا هي مقولة صحيحة أو لا، بس شيء سمعنا إنه جسم مثلا ممكن أزيتروميسين 10 مرات أكثر من 10 مرات ما عاد يستفيد عليه، فهو عم ياخد كل سنة مثلا مرتين أو ثلاثة سنتين ما إلى ذلك فقد فعالية الدواء وانتقل لزمرة تانية، زمرة أنا حرمته بسن معين من أنه جسمه صار يستجيب بأي مرض تاني لهذا النوع من الدواء أو لهي النوع من الصادات الحيوية. خطورة هذا الشيء لو سمحتي كمان. هلأ سؤالك
فينا نقول شقين. الشق الأول نحن في حالات منقول مع استئصال اللوزات، يعني مو كل حالة تكررت التهاب اللوزات نحن للاستئصال. نحن إذا صار في عنا 4 هجمات فما فوق خلال السنة من التهاب اللوزات منفكر باستئصال اللوزات. إذا كان في عنا انقطاع تنفس أثناء النوم منفكر باستئصال اللوزات. إذا كان الحجم كبير عم يعيق موضوع التنفس، عم يسبب لنا شخير، عم يفتح تمه أثناء النوم، عم تسبب له مشاكل تانية أثرت على موضوع الفك، موضوع التنفس كتير، هي في حالات معينة مع إجراء بعض التحاليل حتى لنتأكد من شغلات من قصص تانية نحن ساعتها مع استئصال اللوزات، خصوصا إذا كان تكرارها شديد مثل ما ذكرتي أنت هون مع استئصال اللوزات. التق التاني أنت عم تقولي إنه هو عم يأخذ كتير صادات كتير صادات. نحن أنا مع الأم اللي عندها ابنها هيك مناعته، هي بتشتكي من هذا الشيء انه انا ابني كل شهر مرضى او كل اسبوعين مرضى. انا هذا ما بعطي انتبيوتيك كل شهر، هذا بترك بفهم الام نحن انت بدك تتعبي لنتعب شوي نعطيه من يومين لثلاث ايام معلش على خافضات الحراره مثل ما البروتوكولات اللي بتنعمل باوروبا، يعني كل اللي طلعوا باوروبا اول شكوى بيقولوا انه رحنا ابننا بارتفاع حرارته ما اعطونا شيء، ما اعطونا غير مسكن، ما اعطونا غير حافظ حراره. فنحن بمشي انا مع الام هي بالذات انه نخليه يومين ثلاثه، اذا بعد ثلاث ايام استمرت الحراره بنعطي انتبيوتيك، اذا تحسن كانت امورنا ممتازه. يعني قصدك نقوي المناعه الذاتيه؟ تماما، نقوي المناعه الذاتيه. انا ما بدي كل شهر، انا بقول للام معلش نتعب شوي بس ما بدنا نعطي كل شهر انتبيوتيك، بس بخليه لوقت الحالات الضروره والشديده تماما هو بحاجه. طبعا انا هذا الحكي طبعا مع الاطفال الاعمار الاصغر، كل ما اجتني بعمر اصغر بمشي معه ما بنعطيه، بنمشي ما بنعطيه ابدا اي انتبيوتيك، بيكون الامر اسهل. بس الصعوبه وين؟ وقت اللي بيكون عمره كبير ومخبص لش يعني كثير شبعانين تماما، ويجي بدنا نحاول بقى بدها تتعب هي واتعب معها لحتى يرجع لخط السواء. ولاحظتها وكثير حالات تحسنت على هذا الشيء، انه بنتركه بنطول بالنا بنلاقيه تحسن. تمام، لكن بدي ارجع هيك ذكرك بالنقطه اللي سالتك عليها سلمى، وقت بيتم استئصال اللوزات هل هذا الشيء ممكن يأثر على الطفل او لا مع الشخص ممكن تصير مناعته ضعيفه ممكن تأثر عليه بامراض ثانيه؟ هلا هي احد يعني مثل ما قلت هي خط الدفاع الاول، هي احد العقد الليمفاويه اللي مسؤوله عن المناعه احدها، لكن في غيرها وفي الجهاز المناعي. لا اكيد يعني، وفي كثير من الحال اطفال اللي بعد ما استئصلوا اللوزات كثير من الاهل ارتاحوا، مو بس بموضوع الانتان والتنفس، كثير لاحظوا انه مثلا اذا كان عندنا مشكله ب مواضيع تانية ربطوها في موضوع نقص الشهية، لاحظوا انه شهيته تحسنت بعد استئصال اللوزات. في اهالي كانت ربطنا موضوعنا مختلف، موضوع التبول الليلي اللا ارادي، كان في اطفال اللي هو بسبب ضخامة اللوزات عم يصير عندنا انقطاع تنفس اثناء النوم، في رابط كان بيناتهم انه بيغرق كثير الطفل بالنوم وبموضوع الدماغ، فلاحظوا بعد ما استئصلنا تحسن هذا الموضوع، صار التنبيه افضل. يعني صار النوم أفضل، فتنبيه العصبي تماماً لكل شيء صار أفضل لأنه تحسن نوعية النوم أو جودة النوم، لأنه حرام الطفل اللي بيعاني من هالشيء في عنده تقطع بالنوم. صحيح، أكيد تماماً. يعني اليوم معلومات جداً مهمة مع حضرتك الدكتورة رشا داغستاني، كنتي معنا اليوم عطتينا كل النصائح والمعلومات، شكراً لوجودك. أكيد، وأنا كمان بدي أتشكركم ونصبح مرة تانية على كل اللي عم يشوفونا هلأ. أكيد شكراً لك وبقية نهار حلو لك أكيد، والسلامة لكل أطفالنا. شكراً لك دكتورة. سهلاً. أما هلا سلمى وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بدي أتشكرك وتشكر كل كادر العمل اللي كان مرافقنا، بتمنى لكم بقية نهار كتير حلو مثل ما بتحبوا وبرفقة الأشخاص اللي بتحبون والأشخاص الرايقين كمان يا سلمى. أكيد ليلى، وبدنا نقول بما أنه كانت فقرتنا الأخيرة عن الأطفال والأمراض، نحن بلشوا اليوم دوام المدارس. صحيح. خلصت العطلة الانتصافية، فكمان ننتبه كتير منيح على لباس أطفالنا بهذا الوقت وعلى بعض العادات السيئة. كنا كتير يعني عملنا تقدم لما كان بفترة كورونا، هلأ رجعنا بانتكاسة ببعض التصرفات السلبية. معلش خلينا نخفف شوي بهي الموجة هلأ بهذا الشتاء، من السلام، من يعني واحد مرضان بقوم أنا بوصه يعني على أساس هيك أنا عم
عم سايره او انا عم لا انا عم باذي نفسي وبالتالي رح اذي ووسع من انتشار هالمرض شو ما كان يكون، سواء كورونا او رشح او اي شيء، كلها امراض خطيره وخصوصا على اطفالنا وعلى صحتنا. واكيد مثل العاده اي مواضيع بتحبوا تكون موجوده ضمن صباحاتنا راسلونا فيها. ضلوا بالف خير، باي باي.